بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع القائمين على هذه الجمعية المباركة، الجمعية الدولية لمعلمي اللغة العربية واتحاد مدرسي اللغة العربية في إندونيسيا، لجهودهم الطيبة المشكورة في نشر اللغة العربية وفي إقامة هذه الندوة المفيدة إن شاء الله تعالى، سائلا المولى عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء. ونيابة عن مركز اللغة العربية بولاية سلامور ماليزيا، أود أن أشكركم على هذه الفرصة الطيبة لألقي إلى حضراتكم بيانا موجزا عن خبرة المركز وتجربته في تعليم اللغة العربية في ولاية سلامور خاصة وفي ماليزيا عامة. طبعا المدة الممنوحة لي 10 دقائق فقط للكلام حول تجربة المركز ليست كافية طبعا، لكن لا بأس، أنا سوف أتطرق فقط لذكر بعض أهم النقاط التي أراها ضرورية لبيان مركز اللغة العربية في ولاية سلامور وتجربته في تعليم اللغة العربية. سوف أبدأ بذكر لمحة سريعة عن المركز. المركز تؤسس في عام 2012 ميلادية بإشراف مباشر من إدارة الشؤون الإسلامية بولاية سلامور بعد الحصول على الموافقة والدعم المادي من حكومة ولاية سلامور لبدء أعمال المركز وفعالياته. أما عن أهداف تأسيس المركز، لعلي أذكر أهمها فقط، أن المركز المقر والمرجع لإقامة دورات تدريبية لمدرسي اللغة العربية من جميع المدارس الدينية الابتدائية والمتوسطة والثانوية الواقعة في ولاية سلامور ماليزيا. ويقوم المركز أيضا بأقضي برامج التقوية والتشجيع اللغوي للطلاب المدارس من خلال إقامة دورات تأهيلية وبرامج تفاعلية ومسابقات لغوية خاصة للطلاب. ومن أهداف المركز أيضا إقامة امتحان القبول لطلاب المنحة لمواصلة الدراسة في جامعات الشرق الأوسط مثل مصر والمغرب والأردن والسعودية وغيرها من البلاد العربية. وكذلك عقد دورات مكثفة مدتها شهر كامل للطلاب الحاصلين على المنحة الدراسية قبل سفرهم إلى جامعات الشرق الأوسط. وهذه الدورة أود أن أذكر شيئا مهما جديرا بنقله إلى حضراتكم مشارك الندوة حول هذه الدورة، أنها دورة مكثفة ملزمة على جميع الطلاب، وتقام فيها برامج مكثفة لتقوية مهاراتهم اللغوية الأربع خاصة مهارة الكلام. لذا في هذه الدورة اتبعنا منهج إلزام الطلاب على أن يحافظوا على التحدث باللغة العربية في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حين، إلى درجة أنه إذا تم القبض على طالب لم يتكلم بالعربية فسوف تتم محاكمته بالعقوبة أمام ما يسمى بالمحكمة اللغوية التي تعقد في كل ليلة أمام جميع الطلاب المشاركين في الدورة. وأنا أظن أن هذا المنهج أيضا يتم تطبيقه في معهد غونتور الحديث والمعاهد التابعة له في إندونيسيا. وهذا منهج أنا أراه جدير بالمدح والتأييد، وطريقة مجدية لتشجيع الطلاب على ملازمة الممارسة للكلام بالعربية، وهي من الطرق المهمة لتدريب الطلاب الغير ناطقين بالعربية خاصة من أبناء الملايو إندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة، وتعويدهم على أن يتحدثوا باللغة العربية بطلاقة
يعني نجبرهم نلزمهم على التحدث باللغة العربية. إخوتي الأساتذة الأعزاء وأحبابي مدرسي اللغة العربية في أنحاء العالم، حكومة ماليزيا ولله الحمد تهتم بالتعليم الديني اهتماما كبيرا في المدارس والجامعات، فقد خصصت حكومة ولايتها ومنها ولاية سلامور قسطا كبيرا من الميزانية للتعليم، ومن ذلك تعليم اللغة العربية. والشعب الماليزي أو الملايو المسلم لهم علاقة قوية باللغة العربية من خلال دين الإسلام واللغة الملايوية التي فيها عدد هائل جدا من الكلمات أو المفردات المستعارة من العربية، والتي يصل عددها إلى قرابة 3000 كلمة مستعارة. هذا بالإضافة إلى كون كتابة اللغة الملايوية القديمة بالحروف العربية المسمى بحروف جاوي، والتي لا تزال تستخدم إلى يومنا هذا في لوائح إشارات، في الصحف وفي الجرائد وغيرها. وجدير بالذكر أيضا أن ولايات حكومة ماليزيا تخصص منحا دراسية كثيرة في جامعات الشرق الأوسط كما ذكرت آنفا، وتوظف المدرسين والمحاضرين من بلاد العربية في المدارس والجامعات. وكثير من السنوات ولله الحمد تفوق بعض الطلاب الماليزيين في مسابقات دولية للمناظرة العربية، مثل مسابقة المناظرة الدولية في دولة قطر والتي تعقد سنويا، حيث فاز بعضهم المركز الأول في قسم الناطقين بغير العربية. وكذلك تستخدم اللغة العربية بكاملها في بعض الجامعات الحكومية الماليزية، وكذلك في الجامعات الأهلية. أذكرها على سبيل المثال الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا IUM في غومبا، وكذلك الجامعة التي أنتمي إليها جامعة العلوم الإسلامية الماليزية USIM في ميلاي، وكذلك الجامعة الأهلية جامعة المدينة العالمية ميديو في شعلم وغيرها من الجامعات. أنها هذه الجامعات تطبق وتلزم تدريس اللغة العربية في مواد إسلامية، خاصة مواد دراسات إسلامية. هذه أيها الأساتذة الكرام بعض من العوامل الإيجابية التي تساعد في تسهيل تعليم اللغة العربية للشعب الماليزي وأبناء البلد. لكن طبعا نحن لا ننفي وجود تحديات أخرى تعرقل في عملية التعليم والتعلم للغة العربية، أمثال بعض المواقف التي تقول بأن اللغة العربية مجالها ليس قابلا للتصوير. كذلك طبع الطلاب الماليزيين الملايويين المائلين إلى الحياء والخجل للكلام بالعربية، وكذلك بعض المدرسين يستخدمون منهج الترجمة المباشرة أثناء التعليم، مما يحول دون نجاح تعليم العربية بشكل أفضل، وغير ذلك من التحديات الأخرى. فبناء على كل ما ذكرته آنفا، جاء مركز اللغة العربية في ولاية سلامور لملء الثغرات في مجال تعليم العربية للشعب الغير ناطقين بالعربية من أبناء الملايو. فقدم ضمن أنشطة المركز وفعالياته حلولا في إيجاد طرق ومناهج تعليم العربية بشكل معاصر فعال، حيث يطبق مناهج التعليم التفاعلية، أمثال استخدام برامج الكمبيوتر في تعليم تفاعلي من خلال برنامج تلميمور، وأيضا يعني الأنشطة والألعاب اللغوية التي تشجع الطلاب على التعلم للغة العربية. فمن هذه البرامج التي يطبقها المركز أيضا إلزام المدرسين تعليم العربية بالعربية، واجتناب طريقة الترجمة المباشرة، وإقامة المسابقات اللغوية بين الفصول والمدارس، وكذلك أخذ الدورات تأهيلية للمدرسين والدورات مكثفة للطلاب. هذا أنشطة لغوية تشجع الطلاب على والمدرسين على تعلم اللغة العربية. هذا من المناهج التي يطبقها المركز. هذه أهم تجارب المركز في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في
ولاية سلانغور، وهي بالطبع يعني مجرد محاولة من المهتمين بتعليم العربية في إحدى ولايات ماليزيا. وأنا على يقين أن هناك إخوة مدرسين آخرين يسلكون طرقا ومناهج أخرى مفيدة في تعليم العربية ونشرها في مراكز التعليم والجامعات في ولايات أخرى في ماليزيا وفي سائر البلاد العالم. هذا أيها الإخوة المدرسين المهتمين والأساتذة يعني المهتمين باللغة العربية، أود أن أذكر هذه لكم ولي أيضا، أننا الآن في عصر الثورة الصناعية الرابعة أو يسمونها BIR 4.0، وتحت ظل جائحة كوفيد 19، نحتاج ضرورة إلى مواقف جديدة ومحاولات جادة مبدعة والاستفادة من وسائل معاصرة دائمة التطور لأجل تسهيل تعليم العربية ونشرها لأبناء الأمة. هذا، وفي الختام أشكر مرة أخرى اللجنة المنظمة لهذه الندوة، وشكرا لمدير الندوة وجميع المشاركين والحاضرين، وأقول بهذا القدر وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.